خواتاتي السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس. انا اليوم غندير معكم واحد المطيليات زوين، نقولو بوشيار وكاع ما نعرف. هاهو انا غندير الملح هنا، عندي جوج معشقات ديال السكر سنيدة، هنا عندي الخميرة، خميرة بكية الخميرة، بكية الخميرة هادي هي ديال الحبوب. غادي نحلو بسم الله، حتي درت فيها شوية السميدة زيادة، السميدة الرقيقة والفانينة الفورس. كما قلت لكم اخواتاتي، العجينه مابقاتش كاع تدلك بزاف، انا غادي نجمعها وغادي نغطيها، نخلي واحد 15 مينوت هكاك، ومن بعد غادي نرجع معاكم. هذا شويه د الماء حيت السميده تشرب الماء. سريه كاينه ولكن تنبغي ندير في لاصاله ديال الفارق احسن باش تنغطيها. انتم البنات، انا غادي نرجع مع العجينه ديالي، غادي نزيد نتلكها شويه هنا، ها شويه ماشي بزاف زعما، السلعه تجي زوينه. ثم خواتاتي غادي نطلقها، نفرقها بعدا باش متيشر ليدا، ندير بحال المنوي. نزيد نرخف شوية، نغطيها شوية، هذي لما تطلقات كان تقصني نرخف عليه شوية. وجدت عليها ديال الزبدة، الزبدة وشوية السميدة الرقيقة ولا فارين باش غادي نطلقها. تما البنات دابا العجينة ديالي طلقات، غندير لها
es la luna, es bueno, es bueno. تيجي مرق يا خواتاتي، تيجي مرق هانتوما. هاو هي هادي، هاو هي هادي، هادشي شوية الزبدة مرة مرة حتى تجي محلولة. شوفوا كي تيجي داير تامن يطيب، وتشوفوا كيف تيجي. انتم اخواتاتي شتو ندير لها غادي نخليها ترخف تا نديرهم كاملين، عاد نخبزهم قدامكم. هذا هو السكري ديالنا، هذه راه عربوية. هاد هذا نقول له حنايا المطلوع، ولا نقول له مشيار، ولا نقول له اللي بغينا نقول له. هنا نرجع هذه هنا، وهذه نديرهم هنا، وهذه وهذه ما كاينلاش ندير لها الزبده، راه فيها هانتوما. تنجبدو تنجبدو خواتي، شوف هانت تنطلقها و تنجبدها، تنحس فيها، نحس فيها فيها الزبدة و الزيت، مكيفاش تزيدها نقوي فيها ولا ديرها شوية ديال السميد. البنات هانتو هنا، نزيد ندير لها هادي هوك هانتو، ماشي كتا تجي ندير لها نخليها ترخف. نزيد مع الثالثة، هانتوما البنات شتيش، تجي بحال لي كرواسان بيض غتشوفوها. هذا وداك اللي درت ديك المرة راه ماشي بحال بحال، نمشي نحمي هادي هنا، ندير هادي هنا، هنا، نعاود نحمي هادي عليها، هنا، هنا،
كيتندير لها البنات تاع البنات اللي ما عمرهم خبزو ولا دارو الطلوع ولا مسمان ولا بوشيار ولا تجي زوين 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 الحال زوين عاد نبقى نغطيهم وصافي السميد هو اللي تيحلها انت طيب نسيت نقول لكم راه الزيت والزبدة تتكون خلطة زيروها شويه باش نت هانتو حتى الاخرى وديروا لها شاش كتاب جي البنات هاد الفرقة تاني هنا ما خرج الطاجين ديالي خواتاتي عندي واحد الطاجين قديم راه تكون فيه عندو واحد 30 عام ولا كثر تيجيني الخبز فيه زوين خبيز دابا غنبدا باللولة اللولة نيراتات كي بنت بنت ندير رقيقه باش ما تجيكمش غليظه اللي بغى يرققها رققها واللي بغى يغلطها يدير داكشي اللي بغى كاين ناس ساكنين عندهم السنان تيقولوا السنان غليظ
انتم اخواتي هيا الزيته ما طيب نوريكم شاري البنات اللي ما يعرفش ما يقدرش يهزها تقرصيها في هادي هكا كنديرو كنوريكم من هادي الهزه كاين ما تقدرش يهزها العجينة تجي معوجة الخبزة يا رساني بعد المرة في هذا بحال بنتي لا ما قدرتش هزة ولا بنتها تتعب نقرصها في الكاريط هذا من بعد تتهزي الكاريط هكا وتقلبيه في الطاجين هذا يجي ثقيل الخبز ديالو تيجي زوين وثقيل كرهتش نزيدكم الطاجين ولكن نمشي شويه خواتاتي ما غنديرو غير الحريره راه كاينه وغنديرها واحد المقيله ديال الكفته مع شويه الباذنجان باركه عرفتي طعم ضميري كمل في تمارة نحنو فاش طايح بنيتي صغيرة بوتي كينا دابا وقت البوتي خواتاتي ساهل ساهل هذا ساهل اللي بغيتو ديرو بحال دابا هكا ملي فوت رمضان مع العشية لقوتي لوليداتكم العجينة مبقات كاع تعذب غنحيد هادي هادي كنبغي نهز ليها الديرة شوف عند البنات اللي ما يقدروش يهزوها ولا ما انا راني نهزها ها الاخرى عاوتاني نديرها هنا هادي نوريكم اخواتي من بعد نرجع معاكم هانتوما السلام ديك تيجي داير شوف شوف كي تيجي داير هانتوما شيش البنات تيجي زوين تيجي محلول 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 شيش تيجي محلول هانتوما إوا نقطع منو ندوب ورا رمضان شيش أخواتاتي كتيجي تيجي محلول محلول أي من بعد نرجع معاكم ونوريكم هانتوما ها المسمن ديال هذا تري ديال ها ودي نسيتي الباتبوط يقولوا له الباتبوط نقولوا له المطلع نقولوا له بوشيار كل واحد اش يقول له ها انتم اخواتاتي مزينات وتيجي شتيش ها ها هادي عاوتاني التحتانيه كي دايره الصلاح النبي راه ها الاخرى عاوتاني شوف كي خاوي من الداخل وطايب ها ديروا لوليداتكم عشية ولا ونهار العيد حسان من داك الكاطو انا ما عنديش مع الكاطو ها هو يا في ساعة يتعجن ويتخبز ويتصاوب
واتاتي نخليكم بالسلامة عليكم وصحة فطوركم مبروك عواشركم. ايوا اش غنقول لكم اخواتاتي، ما تنساونيش ديروا لايك وديروا ابوني، وكنا راني تندير معاكم داكشي علاش قديت وغادا معاكم ان شاء الله. هاني اخواتاتي بالسلامة عليكم، تصبحوا على خير، صحة فطوركم. يا ليلى وصلت.